السلام عليكم، أعرفكم بنفسي، أنا اسمي طارق عبد اللطيف، أنا 3D artist. ممكن تشوف صفحتي على ArtStation لو حابب تعرف أكتر عن شغلي. في السيشن دي هنتكلم عن إزاي نعمل plant for games. في الأول ممكن تفتح Quixel Bridge، ممكن تنزله من على السايت بتاعهم وتعمل أكاونت عليه لو ما عندكش، على ايبيك جيمز وتربطه بيه وكده يعني. فهنا لو بصيت هتلاقي فيه حاجة اسمها 3D Plants، فهتلاقي فيه لايبرري كبيرة جدا فيها أنواع كتير أنواع كتير من النباتات، يعني من البلانتس 3D Plants والتكتشرز بتاعتهم وكل حاجة. لو دورت على ووتر ليليز فاحنا هنعمل حاجة شبه البلانت ده. لو فتحته هتلاقي ممكن تعرض البلانت ده وتقلب في التكتشرز بتاعته، الالبيدو والاي او والديسبليسمنت نورمال باستي وروفنس والحاجات دي كلها. يعني لو جيت عند 3D ممكن تعرض الميشز بتاعته، يعني فهتلاقي حاجات شكلها عاملة زي كده. يعني في مش 1 ومش 2 مثلا هتلاقي شكله كده وهكذا، يعني 3 وممكن كمان تشوف الواير فريم بتاعه. ممكن تعرض برضو المابس بتاعته هنا، يعني ده الالبيدو بس، ده الرفنس مثلا وال ambient occlusion مثلا AO. وممكن تعرض ال wireframe بال LEDs بتاعته. بس احنا عايزين نعمل حاجة زي كده، بس ازاي نعملها بقى from scratch؟ فالخطوات بتبدأ بان احنا بنحاول نعمل التكشرز زي دي كده. في الأول بننحته على ZBrush وبعد كده بنعمل بيك عشان نوصل لتكشر زي كده. يعني ممكن برضو تنزل تعمل داونلود للبلانت ده لو حابب تشوف اكتر عنه. يعني بنفتح زي براش في الاول، بنظبط بس الدوكيمنت بنخليها دبل عشان تبقى اوسع، وممكن كمان تعمل كده في الرينج تخليه زيرو مثلا. بس الفكرة ان احنا عايزين نعمل حاجة زي كده. يعني لو جيت في بيوريف في الصور اللي خدناها، يعني عايزين في الأول نبدأ بالورق. فهعمل مثال لورقة واحدة مثلا، وبعد كده ممكن جزء من الوردة مثلا. بس فهنقرب مثلا من الورقة عشان نشوف reference كويس، يعني كده مثلا. هنا انت ممكن تبدأ بأي حاجة، يعني ممكن تبدأ بسفير مثلا، بس بترميها من في اي حتة يعني، وبتدوس تي. لو عندك تابلت طبعا هيبقى احسن يعني، بس بتختار ماتيريال كويس. يعني ممكن اهم حاجة بس في الاول يعني تأكد بس ان الوش الراجل ده في وش، يعني ممكن ماتيريال تظبطه، يعني ممكن اي حاجة معقولة تشوف منها بس. وبتعمل ميك بولي مش 3D عشان تعرف تنحت عليه اصلا. يعني في حاجة اسمها داينامش، يعني من جيومتري من داينامش، يعني بتختارها وبتختار ريزوليوشن معقول في الاول. يعني ممكن تختار اي حاجة يعني دلوقتي، يعني بس ميزتها ان انت بتعرف تتحرك اكتر اسرع يعني. وفي البراشز في الاول بتعتمد اكتر على الموف، حاجه اسمها موف براش. انا طبعا عملت شورت كاتس هنا كده، ففي موف توبولوجيكال دي بتحركها بالتوبولوجي. يعني لو جيت حركت كده الحاجات هيحركها بالتوبولوجي دي يعني. بس مش مشكلة دلوقتي، يعني أي حاجة سواء موف عادية أو توبولوجيكال أو إلاستيك حتى مش هتفرق أوي يعني.
بس بتدوس اكس عشان تعمل ميرور عشان تعرف تتحرك. في الاول خالص احنا مش هنركز قوي مع ال السيمتريك السيمتري وكده يعني. فهنحاول يعني لو فتحت برنامج بيور ريف اكيد عارفينه كلكم يعني. لو جيت عند هنا اخترت مود always on top, always on top. لو مهما اشتغلت مش هت مش هت مش, هت مش هتعمل لها مينيمايز يعني, هتعرف تشتغل براحتك يعني. احنا بنحاول في الاول نظبط السمك بتاع الورقة نفسها يعني. يعني لو دوست كنترول شيفت كنترول وشيفت مع بعض, في الاول بنحاول نغير الحاجة دي. ممكن تعملها, ممكن تعمل تريم مثلا, تريم عشان تقص جزء من المش ده يعني, في تريم ريكتانجلر مثلا. فلو عملت كده وقلت هيقص الجزء ده يعني. وبعد كده هنا مثلا احنا مش محتاجين كل الشكل ده يعني, بس في نفس الوقت ما تخليهاش رفيعة قوي عشان لما نيجي نعمل دايناميش ما تبوظش الدنيا يعني. انت كده بعد ما بتعمل كده بتدي دايناميش تاني, لو يا اما تدوس دي وتطفيها وتفتحها تاني, يا اما تدوس كنترول ودراج في اي حتة يعني. فكده عمل دايناميش. لو ما عملتش كده لاننا عملنا تريم, ف التوبولوجي باظت اصلا يعني, فهتلاقي حاجات داخله في بعض, فلازم نعمل دايناميش اصلا. بس بتعمل بقى شيفت سموز مثلا, ممكن لو شيفت وسبيس وقللت الانتنس بتاعتها عشان ما تبقاش 100% يعني. وبعد كده يعني نعمل سموز كده بسرعة يعني. في الأول أنت مش محتاج ريزولوشن عالي, اختار ريزولوشن مش كبير قوي يعني. بس شيفت كده بسرعة بسرعة, وبعد كده بترجع لموف مثلا وتحاول تقرب من الشكل ده. فبتيجي عند موف بتحركها, بتحاول تقرب من شكل الورقة نفسها يعني. يعني تحاول تخليها, هو كده كده مفيش حاجة في الدنيا. ثانية بس عايزين نكبر ال, مفيش حاجة في الدنيا 100% مدورة كده يعني. بتحاول تدي شكل قريب نوعا ما يعني. في كذا طريقة يعني, ممكن تبدأ بفوتوشوب أصلا وتحاول تعمل ماسك منه في الأول وتبدأ وتعمل اكستراكت يعني, بس أنا بحاول أعملها أحسن كده يعني. بس يعني ممكن تطلع دي لفوق, ثانية كده نكبر دي كده ونحاول نرجع تاني. بس بتدوس شيفت بقى عشان تعمل سموث, وتحاول برضو توسطن الحاجات دي يعني. يعني انا حاسس مثلا ان دي طالعة لفوق اكتر, الكيرف نفسه عامل كده يعني, الحتة دي مسننة كده. وكل ما يعني تقرب يعني, ميزة الموف ان انت يعني انت لو مشيت يمين شمال يمين شمال هتلاقيها بتبقى مسننة أكتر كده. كده شيفت تاني. الورق عموما بيبقى سمكه صغير, ورق الشجر أو ورق أي ورق أي نبات يعني, سمكه بيبقى رفيع يعني, مبيبقاش تخين قوي كده. فتحاول برضو إن أنت ما تخليهوش سميك قوي يعني. شفت يعني كده معقول. ممكن لو دوست اكس تاني بقى دلوقتي هتلغي ال السيمتري, فكده هنعرف نحركها من غير اي سيمتري يعني. انا هسرع الفيديو بس عشان نلحق نخلص, لان في اجزاء كتيرة هنغطيها. ف نبدأ في الاول بنعمل لايرز من فيزي براش, وبعد كده بنستخدم حاجة اسمها دايم ستاندرد, براش اسمها دايم ستاندرد. بس بتحاول بتدوس شيفت ودراج, بتحاول
تنحت بألت الجزء الوسطاني ده، بس بتعمل لاير وده من ستاندرد، بتكبر البراش يعني، بتحاول تكبر البراش في الأول يعني، كبرها عشان تعمل الجزء اللي هو المقوس ده بتاع الزرع ده. وميزة اللاير ان انت بتعرف تقلل بقى الانتنسيتي بتاعتها يعني، في الأول نحرك موف بتقلل الانتنسيتي بتاعتها شوية كده عشان بعد ما بتعمل ده من ستاندرد بتحاول بقى بتشوف شكل الورقة نفسها، بتعمل لاير تانية، بتعمل بقى الأشكال اللي هي ال في لون الفينز بتاعتها يعني، بتحاول بس تتحرك شوية في الورقة بموف، أي موف يعني، موف أنا استخدمت موف إلاستيك يعني عشان بس تعمل الأشكال اللي هي الغير منتظمة يعني في الورقة، بس بتحرك بتحاول تظبط الشكل كده شوية. بعد كده بنبدأ نعمل الأشكال اللي هي ال veins اللي هما العروق بتاعة الورقة بدام ستاندرد، بتعمل لاير جديدة أو بتشيل اللاير الأول وبعد كده بتعمل داينامش، عشان تعمل داينامش مش هتعرف تعمل داينامش إلا لما تشيل اللاير، تعمل بيك للايرز، بعد كده بتيجي تعمل الأشكال اللي هي ال veins دي، تمشي بالراحة خالص، تحاول تظبط الأشكال دي، بتحسها إن هي طالعة من في اللي هو الفين اللي هو في النص الأساسي ده، بتبقى طالعة منه يعني، هتلاقي أغلب الورق الشجر، أي ورق شجر هتلاقيه نفس الفكرة بالظبط يعني. بس في براش تانية اسمها بينش بتستخدمها، بينش لو ركزت هتلاقيها بتقلل بتقرب الجيومتري من بعض، هي بس مشكلة فينش دي أحيانا إنها بتبوظ الجيومتري يعني، فأنت يستحسن بعد ما تستخدم بينش بتعمل داينامش تاني عشان تظبط الجيومتري تاني يعني، بس فبالراحة بالراحة خالص كده مع شوية سموز وكده يعني، وبتحرك موف شوية موف كده، طبعا تكون باصص على الريفرنس جنبك عشان تكون تتأكد انت ماشي صح يعني. في بقى براش اسمها تريم دايناميك، تريم دايناميك دي ميزتها انها بتساوي الاسطح ببعض يعني، وبتعمل شوية دامجز كده يعني، لو دوست الت وتريم دايناميك هيعكس الافكت بتاعها يعني، هيخلي اي سطح داخل لجوه هيحاول يطلعه لبره يعني، يساويه بالسطح اللي بره يعني، ولو دوست لو العادي من غير الت هتلاقيه بيعمل زي دامجز كده. الجزء اللي ورا مش مهم قوي عشان احنا مركزين قوي مع الجزء اللي قدام، بس في نفس الوقت نخلي بالك يعني عشان وانت بتنحت بتبوظ الدنيا، ففي حاجة اسمها باك فيس ماسك دي بنستخدمها عشان عشان ما ينحتش في التو سايدز يعني، تو سايدز عشان تو سايدز هي كده هينحت في سايد واحد بس يعني، مش هيبوظ السايد التاني يعني، انا عشان ما كنتش عاملها فعمل المشكلة دي ورا يعني، بس شوية تريم دايناميك على ال edges عشان نعمل شوية، وبعد كده شوية تفاصيل، وبعد كده من layer بنقللها ونزودها حسب يعني الإفكت اللي انت عايز توصل له. ماشي، بعد كده بنستخدم ستاندرد عشان نعمل الجزء اللي هو في النص ده يعني، لو لاحظت هتلاقي الورقة بتبقى بافي كده،
ما بتبقاش مستوى واحد يعني. فبنستخدم ستاندرد برش عشان نعمل الأشكال دي، الحاجات اللي هي طالعة بره وداخلة جوه دي. هنا بنحاول نعمل ال edges بتاعت البرش دي تحسها عاملة زي المركب كده يعني، بيبقى فيه حتت من بره كده، عشان هي الووتر ليليز دي اصلا بتبقى عايمة على المية، ف بتلاقي الحدود بتاعتها يعني عاملة كده عشان تحميها انها ما تغرقش يعني، عاملة زي المركب بالظبط يعني. بس كل اللي بعمله بس هو تريم دايناميك مع ستاندرد، مع هي نفس البراشز اللي بستخدمها على طول يعني. بس بعد كده لو لاحظت هتلاقي الجزء ده من الووتر ليلي قريب من بعض كده، الحتة دي قريبة من بعض، فبحاول أعمل بموف. عملت ماسك الأول كنترول وكليك ودراج عشان أعرف أحرك الجزء التاني يعني. وبعد كده نعمل داينامش تاني، مش موف موف، عشان نظبط بس الحتت المسننة دي يعني. كل ده طبعا وانت باصص على الريفرنس عشان تحاول تقلد الحاجات دي يعني. شوية ستاندرد عشان نطلع الايدجز بتاعتها لبره. في كلاي براش ميزتها انها بتملى اي جزء مثلا داخل لجوه هي بتملاها يعني. وفي في الاخر حاجه اسمها كرامبل. كرامبل دي ميزتها ان انت ممكن تعمل شويه تكسيرات كده في الايدجز. في حاجه اسمها بلوب. بلوب دي بتعمل زي يعني مع سبراي بتعمل حاجات زي النقط دي يعني، النقط العشوائيه دي، فبتعمل افكت ظريف يعني. يعني ممكن تستخدمها مع الفاظ كمان يعني، لو مع الفاظ هتعمل افكت حلو كمان، فبيدي لك التفاصيل الحلوة دي يعني. وطبعا مع layers لما بتقلل او بتزود بتديك الافكت اللي انت عايزه يعني. نرجع للستاندرد تاني وشوية نحت مع الحاجات دي. بعد ما نخلص أول ورقة بكل بساطة ممكن نعمل دوبليكيت لنفس الورقة الأولانية دي، وكل اللي نعمله بس إن احنا نحرك نغير في الشكل بتاعها بشوية موف على شوية لعب بالبراشز، ونعمل شوية تموجات كده. هتلاقي نفسك عملت فاريشن بكل سهولة يعني من نفس الورقة اللي احنا نحتناها دي يعني. نستخدم موف إلاستيك برضو تبقى حلوة يعني، ونغير من شكل العروق بتاعتها الفينز يعني. كنت تشوف برضو ريفرنس لحاجة تانية، الورقة شكلها عامل ازاي وتحاول تقلدها. هتلاقي في حاجات فيها الايدجز طالع لبره اكتر، وفي حاجات المنفوخة اكتر عن التانية يعني. كان دايم ستاندرد على قصدي تريم دايناميك على دايم ستاندرد. شوية لعب كده شوية تفاصيل اكتر، وبنش على نفس البراشز بالظبط يعني، هما نفسهم يعني، بنش وتريم دايناميك وكرامبل، كرامبل ايدجز، وممكن ستاندرد تاني على بلوب وكده يعني. هتلاقي بكل سهولة وفي وقت قصير بدل ما تبدأ تاني من الأول، عملت فاريشن سريع يعني. وممكن برضو تبدأ تاني من الأول، ممكن تستخدم تريم دايناميك وتقلل وتغير الشكل خالص وتبدأ تاني من الأول يعني. يعني احنا كده عملنا 2 فاريشن.
ممكن تعمل دوبليكيت تاني برضو وتغير تاني وتعمل أشكال كتيرة يعني. بعدها هنا عملنا كذا كذا فاريشن بنفس البراشز ونفس الطريقة بالظبط يعني. فهنبدأ نحاول نعمل في الورد في الورق بتاع الورد نفسه، بنحاول نعمله يعني. لو رجعت هنا هتلاقي الورقة كده شكلها، الوردة بتتكون من ورق زي كده يعني، زي كده. فاحنا بنحاول نعمل ورقة زي كده كذا فاريشن برضو، وفي الآخر في مية بنعملها، بنظبطها يعني عشان تبقى وردة كاملة يعني. فهنعمل في الأول برضو، بنبدأ بسفير زي ما بدأنا بالظبط في الورقة دي. ده مثلا التكتشر بتاع ميجا سكان مثلا، ممكن نحاول نستخدمه كريفرنس لينا عشان ده في 2D يعني. بس في كل اللي بنعمله ان احنا برضو بنكرر نفس العملية بالظبط يعني. هي الخطوات بتتكرر يعني، موف في الأول وتظبط على شكل قريب من كده، حرك بموف topological وعلى سموز على في الأول، وتكون مشغل السيمتري في الأول عشان تظبط الشكل يعني. كل ما تجمع ريفرنس اكتر طبعا كل ما احسن. بتعمل لاير في الاول وده ستاندرد، وتكبر برش عشان تعمل التقوس ده اللي بيبقى في الورقه ده. وبعد كده بتقلل اللاير شويه حسب ما انت عايز يعني. و بتنحت الايدجز، بتحرك الايدجز بموف topological. اقعد بقى العب فيها كتير على تريم دايناميك بقى عشان تضيع الايفكت ده بتاع الدايم ستاندرد. بس تحاول تقرب من الشكل ده على قد ما تقدر يعني. دايم ستاندرد تاني، تريم دايناميك يعني عشان تعمل شوية تفاصيل، تزود شوية details في الشكل يعني. move topology على في clay build up برضو عشان لو عايز تبني شوية forms يعني. و dim standard، كل ده layers ممكن تزود فيها تزود وتقلل ال intensity بتاعت ال effect اللي انت عملته، وال brushes اللي انت عملتها يعني. و crumple، وبعد كده بلوب في الاخر. ممكن تستخدم مع بلوب سبراي والفا مثلا عشان تغير يبقى افكت مختلف يعني. موف توبولوجي، تريم دايناميك، نصلح الباك شوية يعني. هو كده كده الباك مش هيظهر يعني، بس هو عشان لو حبيت تعمل داينامش ما ي... أحيانا السايدز بيخشوا في بعض يعني. في فكرة حلوة كده ممكن تستخدمها برضه، النويز، سيرفيس نويز يعني. لو جيت عند سيرفيس بتعمل نويز، وبتكون برضه عامل مورف، في حاجة اسمها مورف تارجت عشان تعرف تستخدم مورف براش عشان تقلل ال الافكت ده بعد لما تعمل ابلاي نويز يعني. يعني ممكن تقعد تلعب في الكيرفز بتاعت النويز وتعمل اوكي، بعد كده بتعمل ابلاي تو مش. في حاجة اسمها مورف براش، دي ممكن تقلل بيها، بس لازم تكون عامل الاول ستور مورف تارجت، حاجة اسمها مورف تارجت اللي هي دي يعني.
ممكن بعدها في بريفيو ممكن تتحكم في البيفت يعني لو عايز تلعب بال deformation. يعني في حاجة اسمها deformation لو عايز تلعب تعمل بند وكده يعني عشان تدي الإفكت اللي هو البند ده. بس ممكن تعمل البند في كل الإفكتس دي البند، وبعد كده ممكن تعمل روتيت بالشكل نفسه، وبعد كده تحاول تظبطه وتعمل دوبليكيت وتكرر نفس العملية برضه. يعني هتفضل تكرر ده كذا مرة، ممكن تويست برضه الحاجات دي كلها. يعني هنا في الآخر بعد ما خلصنا نحطنا كذا حاجة، يعني أوراق الورد والورق باقي الورق والستيمز والحاجات دي، بنحاول بعد كده نعمل لاي اوت بنجيب بلين عادي من ZBrush عادي، بنحاول نعمل لاي اوت على البلين دي بحيث ان الحاجات دي تكفيه بالظبط، عشان لما نيجي نعمل بيك في سبستنس بينتر تظبط عليها يعني. فبتحرك بسرعة الحاجات دي كده في السريع يعني، بتحاول تخلي برضو ان يبقى فيه مساحة، يعني مساحة كافية بس ما يبقاش قريب جدا جدا يعني، ما يعني سيب مساحة فاضية برضو عشان لما يجي يعمل بيك مظبوط يعني. بس بتعمل سكيل وموف وكده لحد ما تظبط الكلام ده كله على المربع ده يعني. بس هنا ظبطنا الحاجات كلها على البلين دي. بس ممكن تديله كده بريفيو سريع يعني، تديله ماتيريال وريندر. ممكن اخليه 4K، اخلي بريفيو 4K واديله ريندر كده، تظبط الفريم على البلين دي لو حابب تطلع منه ريندرين يعني. الريندر بيطلع كده في الاخر يعني، ده اسمه بي بي ار اللي هو بيست بريفيو ريندر، اللي هو الريندر بتاع زي براش يعني. كل ما تعلي الريزولوشن في السيتنجز كل ما يبقى احسن يعني، ميزته ان انت بتشوف التفاصيل اللي انت عملتها يعني، فبيبقى ظريف يعني. بس في حاجة أخيرة بنعملها ان احنا بنعمل اكسبورت للبلين دي، ده هيبقى اللي هو اللي هيتعمل عليها بيك يعني في بينتر، في سبستنس بينتر، بس بنسميها بيكنج بلين مثلا. وبعدها بتعمل ميرج كل الحاجات دي مع بعض، الورق ده مع بعضين يعني، عشان يبقى ده الهاي بولي بتاعنا يعني. هبتعمل ميرج داون لكل الكلام ده، بتعمل ميرج لكل ده، وبعد كده وبعد كده بولي في البولي جروبس بتعمل اوتو جروبس عشان يدي كذا جروب مختلف يعني. تيجي تعمل اكسبورت اف بي اكس، تسميه مثلا اسم الحاجه دي اللي هو ووتر ليليز مثلا، اتش بي اللي هو هاي بولي يعني. وبعد كده بتدي اوبشن اكسبورت بولي جروبس از ماتيريالز عشان يفيد في الاي دي في سبستنس بينتر يعني. مش الخطوة اللي قبل ما نفتح Substance Painter في خطوة بنعملها في الأول. ممكن بنفتح ال Baking Plane اللي احنا عملنا له Export في مايا. كل بس اللي بتعمله ان انت بتفتح ال UV Editor بتاع مايا من Panels UV Editor، وبعد كده بتعمل Flip لل UV Shell نفسها، لان زي براش بيقلب
بيقلب الشيل، فبتيجي عند تولز يعني هتلاقي لونها احمر كده، لونها احمر معناها انها معمولها فليب يعني. فبتيجي عند تولز، اي في تولز، اي في تول كيت، بتعمل فليب لليو اللي هو الشيل بتاعتها يعني، فبتبقى لونها ازرق، فكده اتظبطت يعني. بس كل اللي بنعمله ان احنا بنعملها اكسبورت تاني، بنعملها اكسبورت تاني، وبعد كده نفتح بقى بينتر. سبستنس بينتر نفتحه، بتعمل نيو، ممكن تختار اوبن جي ال او دايركت اكس، مش تفرق قوي. بتعمل سيلكت للبيكنج بلين اللي عملنا لها اكسبورت، وبعد كده بتغير الشيدر لحاجه اسمها بي بي ار ميتال راف ويز الفا تيست، عشان تعرف تشغل الاوباسيتي، لانك من غيرها مش هتعرف تشغل الاوباسيتي يعني. وبعد كده هتلاقي حاجه اسمها تكشر سيت سيتنجز، هتشغل الشانلز، هتشغل الاي او امبيانت اوكلوجن والاوباسيتي، هتلاقيهم اتضافوا يعني. بعدها بتدور على حاجه اسمها بيك مش مابس، ممكن في السيتنجز تخلي الماب سايز الاوتبوت سايز 2K او 4K، 2K كويسه قوي يعني، بس هو 4K هتعلي الكواليتي اكتر يعني. بتعمل ابلاي ديفيوجن وتعلي الدايليشن ويتس للاخر، ممكن تعلي الانتي اليسنج للاخر لو عايز عشان تطلع كواليتي احسن يعني. بتخلي الاي دي بولي جروبس، مش اي دي بولي جروبس، عشان يعرف يقرا الاي دي اللي عملناها من زبرش يعني، البولي جروبس اللي عملناها من زبرش. و كومن سيتنجز بتضيف في الهاي بولي مش اللي هو الهاي بولي اللي عملناه اكسبورت، اللي هو ووتر ليلي الهاي بولي اتش بي. هنا بيعرض يعني بيعرض عرض سريع كده للمش، ممكن تسمي ال تكشر سيت. لو عملت بيك هنا هتلاقي مفيش حاجة باينة، لأن أنت لازم تعلي الماكس فرونتال ديستانس لحد لما اللون الأحمر ده يتشال يعني. دي فيتشر جديدة في الفيرجن الأخراني يعني، إن هو بيبين لك الهاي بولي مش بعيد قد إيه من البلين يعني. فكده بيعمل بيكنج للحاجات كلها يعني، الاي دي والاي او والكيرفيتشر. والسيكنس الحاجات دي كلها يعني. هنا عملنا البيكنج يعني، هتلاحظ ان دي المابس بتتعرض، ممكن تقلب بينهم بشورت كات بي، وبترجع بام الماتيريال بتاعك يعني. عملنا اكسبورت برضو، جينا عند حاجة اسمها اللي هي نورمال ماب بتاعتنا اللي عملنا لها بيكنج، بتعمل لها اكسبورت عشان نطلع منها اوباسيتي ماب. بس لازم في البيكنج بتاعها لازم نعمل لازم نلغي الدايليشن هي والاي دي يعني، الغي الدايليشن والابلاي ديفيوجن عشان تعرف تطلع منها ماسك، في تعرف تطلع اوباسيتي من فوتوشوب يعني. فكده طلعت النورمال ماب بس من غير باك جراوند يعني، هي والاي دي يعني. فلما تيجي تفتح لما تيجي تفتح بينتر، لما تيجي تفتح فوتوشوب، هتلاقي تعمل اكسبورت للنورمال. لما تيجي تفتح فوتوشوب هتلاقي الاوباسيتي، هتعرف تعمل يعني لو دوست كنترول كليك على النورمال ماب دي هيعمل سيلكشن على الباك جراوند، فساعتها هتعرف تعمل لون اسود ولون ابيض يعني، لون ابيض على الورده ولون اسود للباك جراوند، فيبقى ده الاوباسيتي بتاعتك يعني. ساعتها هتعرف تعمل اكسبورت للاوباسيتي ماب دي، سميها اوباسيتي، وتوديها دراج اند دروب البينتر، وتعمل يعني سميها اوباسيتي، ودخلها في بروجكت ورميها، اعمل لاير جديده حطها فيها عشان تبقى اوباسيتي يعني. لو حطيتها في الاوباسيتي هتشتغل اوباسيتي يعني. كده كده بقى في اوباسيتي للماب دي يعني.
بس ممكن نعمل بيك تاني بس للنورمال ماب بس، وباقي الحاجات لو ما كناش عملنا يعني، وتعلي الدايليشن والابلاي ديفيوجن يعني. ساعتها كده بقى هتبقى دي المش مابس الاخيره بتاعتك يعني، اللي هما النورمال والسيكنس والكيرفتشر والامبيانت اوكلوجن والورد سبيس نورمال وبوزيشن. نبدأ بقى نعمل التكتشرز. في الأول بنبدأ ببيس كولر، يعني بنشوف الريفرنس بتاعنا على بيور ريف، وبتضيف في اللاير، بتاخد كولر بيكون يعني أخضر متوسط كده يعني، فبتحاول تشوف الريفرنس بتاعك وتحاول تلعب فيه شوية. ممكن نعمل فيل لاير تانية عشان تعمل color variation مختلف لورقة منهم مثلا، فبتسميه مثلا leaf 01 مثلا، يعني تاخد لون مختلف وتعمل add black mask، وبتختار mask with color selection، بتعمل pick color ID لواحدة منهم يعني عشان يبقى فيه ألوان مختلفة يعني. بتعمل برضو نفس القصة دي تاني، بتكرر كذا لير عشان تعمل، ممكن تغير في الرافنس برضو عشان يبقى فيه variation في الرافنس كمان، مش في الكالر بس يعني. ممكن تكرر تعمل duplicate بكنترول دي وتغير وتختار selection تاني، وحدة تانية وتغير اللون. هتقعد تعمل الحركة دي كتير لحد ما تخلص باقي الورق يعني. بعدها عملنا نفس الحركة دي، كررناها كذا مرة، كذا لاير بكذا color IDs، واخترنا ألوان مختلفة ورفنس مختلف حسب ال ID بتاع كل حاجة منهم. فكده احنا عندنا بيز كويس للكوليكشن بتاعتنا يعني. بعد ما عملنا ال variations دي، بنضيف ممكن نضيف في اللاير اسمها break up، بنحط فيها لون من الريفرنس يعمل كسر كده للألوان يعني، ما تبقاش الألوان لون واحد كده. والرفنس برضه بنعمل بيك كولر لواحدة الورقة منهم من الريفرنس، بنعمل بلاك ماسك وفيل مثلا لنويز حاجة تايلبل زي بي ان دبليو سبوت مثلا، وبنلعب في التايلينج بتاعها والكونتراست والبالانس لحد ما نوصل لنتيجة كويسة يعني، ونتحكم في الرافنس برضو. بعدها ممكن نضيف color selection، نختار بس الورق عشان يأثر على الورق بس يعني، عشان في الحالة دي الألوان بتاعت الورق بس يعني، ونعمل له multiply عشان يأثر بس على الورق يعني. تلعب في اللون شوية زي ما انت حابب يعني، حسب لون الورقة في الريفرنس برضو، نلعب في الرفنس برضو. ممكن بعدها تعمل دوبليكيت، تختار لون بس أغمق، اللون اللي فات كان أفتح مثلا، نختار لون تاني أغمق زي الريفرنس، ونختار نويز مختلف أو جنريتور مختلف يعني. الجنريتور ده ممكن في حاجة اسمها ماسك اديتور، ممكن برضو ماسك اديتور ده نضيف تايلابل تكشر برضو، في حاجة زي الجرانج كونكريت، ونلعب في الـ opacity بتاعته والـ contrast والحاجات دي كلها يعني، في الـ curvature والـ ambient occlusion لحد ما تلاقي نتيجة كويسة انت مطلوب بيها يعني. وفي الـ settings بتاعت الـ curvature اللي هي large والـ medium والـ soft والحاجات دي والـ ambient occlusion. الكونتراست والسكيل كل الكلام ده كله يعني. ممكن تضيف برضو ليفلز عشان تعمل تلعب في الكونتراست اكتر يعني، لو لاحظت يعني عملت افكت ظريف كده يعني. وبعدها لو حابب ممكن برضو تلعب في الاوباسيتي بتاعت الالوان برضو. ممكن نضيف في اللاير تانية يعني، لو لاحظت في الريفرنس هتلاقي
هتلاقي في الايدجز فيها حتت فاتحة كده، حتت برايت كده مخضرة شوية كده، فهنحاول نعمل حاجة زي كده يعني. فبنضيف في اللير وبنديها اللون ده، وبعد كده بنعمل يعني نسميه ايدج برايتن، ايدج برايتن مثلا، ونضيف في اللير ماسك قصدي، وفي الفيل دي بنحط فيها سيكنس ماب. يعني لو شفت السيكنس اللي احنا عملناها بيكنج يعني، وبتلعب في الليفلز بتاعتها لحد ما توصل للماسك اللي فيه الايدجز يعني، بتعمل انفرت للليفلز. فانت كده جبت تقريبا جبت الايدجز بتاعت الورق ده يعني. وبعدها يعني طبعا هي مش بيرفكت، فبنضيف paint layer، برضه بنعمل نفس حركة ال color selection دي عشان نختار بس الحاجات اللي ممكن. الورق الأخضر برضه يعني، الورق الأخضر فيه برضه الإفكت ده يعني. وبتعمل بتضيف بعدها paint، وبتعمل multiply لل paint ده، وبتختار أي حاجة يعني من ال brushes اللي عندك. في حاجة اسمها سيمنت، ميزتها بتبقى إنها خفيفة شوية يعني، بتقلل ال effect اللي في النص والحاجات دي يعني، عشان متبقاش تقيلة قوي في ال في نص الورق يعني. انا يعني اللاير دي عايزها تبقى اكتر في الـ في الايدجز يعني. دي النتيجة النهائية يعني للتكتشرز بعد ما لعبت كتير خالص. طبعا للأسف الوقت مش مكفي ان انا اشرح كل ده، ف يعني بعد ما عملت الكلام ده يعني ممكن اجرب اتست في الريندر اللي هو بتاع اي ري يعني. ممكن تدوس على على الزرار ده بتاع الكاميرا ده، ممكن تتست الريندر بتاعك يعني، تشوف شكله عامل ازاي، تغير ال باك جراوند والحاجات دي، جراوند كولر، وتقفل الجراوند، وتغير ممكن تغير ال environment وتلعب فيها، وتزود ال opacity، ال environment exposure. دي نتيجة الريندر النهائية من Painter، من Substance Painter، بعد ما اشتغلنا شوية على ال textures وكده يعني. الفكرة ان انت بعد لما بتخلص بتعمل export لل textures بتاعتك العادية يعني، هي ال normal وال AO وال color وال roughness والحاجات دي كلها يعني. بعد كده بتوديها في مايه وبتقص التكشر ده يعني. يعني هوريكم بس اللي بيحصل يعني. يعني بتحطه على بلين، وبعد ما بتحطه على بلين بتقصه يعني، بتعمل بتضيف جيومتري على البلين ده، وبتقص منه واحدة واحدة، وبعد كده بتكون منهم مش صغيرة، حاجات أوراق زي الأوراق دي مثلا، وبتعملهم بند وكده عشان تبقى شبه الأوراق. وبعد كده بتكون منهم مش زي كده يعني. لو لاحظت هتلاقي ده تكون يعني موديلنج عادي يعني، وشوية لعب في التحريك وكده يعني، وكونت مش زي كده يعني. وممكن بعد كده في الاخر تعرضهم في برنامج زي مارموسيت او انريل انجن حتى، بس ده مارموسيت مثلا عشان سريع يعني. فانا عملت يعني كذا ريندر كده سريع يعني للورق اللي انا عملته. هو هتلاقوه سهل جدا، مارموسيت تول باج يعني. كل اللي بتعمله بس انت بترمي التكتشرز اللي انت طلعتها من بينتر، وبس بتختار اي سكاي، وبتلعب شوية في الإضاءة كده في السريع، وتكون الإفكتس دي يعني. شو بتمنى تكونوا استفدتوا يعني، وكنت اتمنى ان انا اقول الكلام اكتر، بس الوقت مش مكفي اشرح كل المعلومات دي. ولو حد عنده اي سؤال يا ريت يبعت لي يعني. شكرا جدا ليكم.